وباليمنى ستكون مقوسة بعيدة وتدخل الدفاع. زازوس هو رمضان دلالو وفوق المرمى أصبح يحلم بالفوز بالسيدة المدللة بكأس الجمهورية. صور رائعة ودلالو ودلالو ممتاز بأن المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة. وينطلق بهيليل رشيد لكن شريط واد كان في المكان المناسب. تمرير لمن من هناك بودار يحاول التسديد. نادي عادل في مربع العمليات وكانت ممتازة. سد منيع والحكم يعلن عن ضربة الجزاء. خطير مسعود على كل لما أينما يكون مسعود يكون الخطر. إنها ركلة الجزاء هيا لعادة وبالفعل بالفعل ضربة جزاء لا غبار عليها. يتأهب مسعود ومن جهة أخرى صمدي. أوه مسعود الكلمة الأخيرة لمسعود ويتمكن من إسكان الكرة في شباك الحارس صمدي. وصفر شوف عن مسعود وباليمنى يرد كال ثم القائد دللوا وبقروا ولا أروع ولا أجمل. وانتو وحدة طويلة من دللوا من رضا من مدلل الأنصار اتحاد عنابة رأسا ومباشرة لبقرة. وحدة اثنين يرفعها فوق الرؤوس ورويدا رويدا تسكن الكرة شباك الحارس صمدي. إنها الإصابة الثانية في الدقيقة 24. إنها الفرحة العارمة فوق المستطيل الأخضر وفي المدرجات. هيا لعادة وفي لعادة فرجة متعة وإفادة وبوكرة فؤاد يتمكن بذكاء. تقص الكرة وخطيرة من هناك من البديل وتبقى البديل رشيد في مربع العمليات. والشريط القائم ينقض الشريط. ثاني كرة خطيرة وخطيرة جدا لمصلحة اتحاد البليدة عن طريق عوابدية والهجمة المرتدة من هناك. والرياح الآن صعب من مهمة اللاعبين وفي هذه الأثناء السيد تواتي جاب الله. أظن باللي الشوط الأول ما عرفناش كيفاش نسير المقابلة. كثرنا لعبنا كثير من الكرات العالية اللي كانت في صالح الفريق الخصم. وكنا طلبنا من اللاعبين باش يلعبوا الكرات على الأجنحة. الكرة قصيرة باسكو كان كما تعرف حالة الطقس وزيد الملعب صعب باش تلعب فيه يعني كرة طويلة. حاولنا نراجعوا نفوسنا شوية في الشوط الثاني ولكن نقول باللي رغبة اللاعبين ربما على تحسين نتيجة إيجابية خلتنا ربما نسيب الحلول أكثر في الشوط الثاني. التركيز كان أكثر لعبنا على الأجنحة. سجلنا هدف أول اللي حررنا من الناحية المعنوية. الهدف الثاني كان رائع طبعا ولكن نقول على العموم هذا الفوز يرجع للاعبين.